ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين باقي فقراتنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا عز الكلاوي الناقد الرياضي. صباح الخير يا عز ومنورنا. صباح الفل عليك يا مها وعلى كل مشاهدي اون تايم سبورتس، ايه الاخبار؟ احنا كويسين الحمد لله. يا رب دايما. في البدايه طبعا عايز اسالك عن ماتش الاهلي وبيراميدز النهارده، شايف المباراه دي ازاي؟ هو طبيعي مباراة في آخر الدوري، ويعتبر الدوري خلصان، المركز الأول تمام، المركز الثاني مفيش مشكلة، حتى الهابطين الدوري خلص. هي مباراة مش ملهاش أهمية في جدول الدوري، ولكن هي تبقى بطولة خاصة. يعني البيراميدز ادانا طعم جديد في الدوري من ساعة ما أنشئ، إن بقى في زي ما بنستنى مباراة الأهلي والزمالك، بنستنى مباراة الأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز. فهي مباراة طبعا مهمة جدا جماهيريا، والنتيجة بتاعتها هتبقى هتضيف للفريق الفائز يعني بكتير. طبعا هنتكلم باستفاضه اكتر عن مباراه الاهلي وبيراميدز النهارده، ولكن خلينا نستقبل كابتن تامر بيجاته مره تانية، نجم ولاعب النادي الاهلي السابق. يا صباح الخير يا كابتن. كابتن حضرتك سامعني؟ كابتن تامر. طيب هنحاول نرجع له مره تانية، لان احنا طبعا مهتمين جدا ان احنا نسمع وجهه نظر كابتن تامر بجد. نرجع تاني لمباراه الاهلي وبيراميدز، وانت بتقول ان المباراه دي برده مهمه جدا. على فكره بحس ان هي مهمه، مثلا النادي الاهلي ممكن تبقى مباراه زي ما بنقول تحصيل حاصل، ولكن مهم ان انت تختم الدوري باللا هزيمه. بالظبط، هو ده اللي بيسعى ليه كولر، عشان كده شفناه بعد مباراه الحرس. الاهلي كسب، ولكن بعد مباراه الحرس هو كان غضبان جدا، ورجع باللعيبه يوم الماتش على ملعب مختار التتش، واداهم زي ما بيقولوا دش ساقع كده على اهدار الفرص وعلى الكلام ده كله. هو بيسعى بنسبه كبيره انه يعمل انجاز جديد وكبير، واللي هو بينهي الدوري بالله هزيمه، وطبعا ده انجاز هيضاف لي طبعا. كولر السنه دي عمل كل حاجه في الكوره، حقق كل البطولات. برضه لو بصينا على القايمه بتاعته هنعرف ان هو مش جاي يهزر النهارده، مش واخد الموضوع مباراه تحصيل حاصل، بل بالعكس. استبعد اكتر من لاعب، ولكن القايمه بشكل عام بيغلب عليها اللعيبه الاساسيين او الطابع الاساسي. انا برضو بشوف زيك، بس انت شايف انك انت ما كانش المفروض مثلا النهارده ان هو لا لعيبتي الاساسيه ممكن اريحها، تعبوا معايا طول الموسم. الاهلي خاض بطولات كتيره جدا، مش بس على مدار الموسم، بنتكلم كمان على مدار السنه، تخط بطولات كتيره جدا وتمام وفقت، بس محتاج تريح مثلا لعيبتك الاساسيين. ده بتكلم وجهه نظر يعني، الناس ممكن تقول لك طب ما تريح لعيبتك الاساسيين النهارده وتلعب بالبدلاء، ولا فكره برضو الخصم انت قدام بيراميدز محتاج ان انت النهارده برضو تحقق عليه انتصار. بصي، خلينا نتكلم ونقول ان كل الفرق الكبيره اللي لعبها الاهلي السنه دي، الاهلي قدر يفرض سيطرته بشكل بالزبط. كبير، تمام. بدون ذكر اسماء، هو كل المنافسين المباشرين في كل البطولات باستثناء سان داونز هو قدر يحقق عليهم الفوز وبنتائج كبيره. فهو بالنسبه له مباراه الديربي او الكلاسيكو اللي بتاخد بتجذب الجماهير هي مباريات مهمه جدا. خلينا نقول مثلا قبل مباراه الزمالك الاخيره هو عمل حركه لطيفه جدا، قبل الماتش ادى الاهلي يومين راحه من التدريبات. انت استغربت ايه؟ خلاص هو حسم الدوري، الموضوع مش هاخده بمحمل الجد خالص. لا بالعكس، اكتشفنا انه بعد ما الاجازه خلصت الاهلي نزل مباراه الزمالك بكل قوه وقدر يحقق فوز كبير. نفس الكلام مع بيراميدز، اداهم يوم راحه من التدريبات قبل المباراه. فهل ده دليل ان هو بيستسلم للمباراة أو خلاص مباراة تحصيل حاصل؟ لا بالعكس، يمكن نشوف سيناريو الزمالك مرة تانية. خلينا نقول هو استبعد، استبعد كهربا واستبعد بيرستاو محمد هاني، بس بيرستاو محمد هاني إصابة بالظبط كده، بس وكهربا للراحة، لأنه طبعا ضغط المباريات. هو قال بلسانه أنا ما عنديش لعيب أساسي ولعيب احتياطي، كله بيأدي. يمكن إحنا بنستشف من اللعيبة الأساسية في المباريات الكبيرة، بنشوف كده ده مباراة كبيرة وبيلعب الزمالك، طب مين اللعيبة بقى الأساسية؟ هو قال كده. فكل اللعيبة فعلا هي جاهزة، يمكن في تفاوت بعض ما بين اللعيبة وبعضها، بس مش كبير. شفنا تألق كبير وتطور كبير من لعيبة كتير الموسم ده، هو قدر يعملها كولر مع الفرقة. يمكن كان اللي يؤخذ على موسيماني السنة اللي فاتت ان هم 12-13 لعيب 15 بكتير قوي هم اللي بيشاركوا. كولر ما عندوش الكلام ده، كل اللعيبة اللي في القايمة شاركت، بل بالعكس ظهرت بشكل مميز. بمناسبة ان هم يعني ظهروا بشكل مميز، مين اللعيبة اللي هو اللي انت شايف من وجهة نظرك لا يعني فرق معاهم بشكل كبير جدا؟ بصي، خلينا نتكلم بشكل واضح ان احنا نقول كولر قدر ان هو يطور من اداء لعيبه بسبب طريقه لعبه. طريقه لعبه خدمت على اكتر من لاعب، وعشان كده برز بشكل كبير. يعني مثلا عايزين نتكلم عن علي معلول تحديدا،
طبعا مفيش نقاش عن علي محلول وقد ايه هو لعيب مؤثر وبيبني عليه خطه زي ما بيقولوا طول السنين اللي فاتوا. بشوفه واحد يعني طبعا الشناوي هو كابتن الفريق، بس بحس معلول، عارف لما يبقى في لعيب انت حاسس ان هو عنده شخصيه كابتن الفريق، بشوف ده في معلول الصراحه. ده حقيقي فعلا، وهو قائد في الملعب وبيحمس لعيبته بشكل كبير. بس خلينا نتكلم رقميا اكتر. الموسم اللي فات قبل ما كولر يجي علي معلول قدر في 40 مباراه طول السيزون يسجل 9 اهداف ويصنع 7. تمام، خلينا بقى نشوف ان او نتكلم اكتر ان طريقه لعب كولر فرقت مع معلول، مش في التهديف، هو كده علي معلول هداف واكتر ضربات الجزاء، ولكن خلته صانع اهداف بشكل مرعب، بشكل قوي جدا، مكنه ما بتقفش. خلينا نتكلم نقول ان الموسم الحالي معلول في 43 مباراه هو سجل 10 اهداف، ما فرقتش كتير عن السنه اللي فاتت فرق هدف، ولكن صنع 16، يعني احنا بنتكلم اكتر من الضعف، 7 و16. وده دليل على اعتماد كولر على علي معلول في الجهه الشمال. طبعا الجبهه اللي معموله حسين الشحات ينزل ويقطع لجوه وعلي معلول يطلع على الطرف، 16 هدف انت بتتكلمي في موسم لعلي معلول. هل هو ده الدليل على التطور فقط، او هل ده الدليل على ان خطه كولر خدمت علي معلول؟ لا، خلينا نتكلم ونقول مثلا ان الكي باسز اللي عملها علي معلول السنه اللي فاتت في الموسم بتاعه كانت 29، اللي هي التمريرات المفتاحيه. الموسم ده 60 تمريره، فانا بتكلم برضو في الضعف. لو هنتكلم عن خلق الفرص او صناعه الفرص، احنا هنتكلم الموسم اللي فات كان 33 صناعه، السنه دي 66، برضو الضعف، فالارقام مرعبه. علي معلول دفاعيا مش افضل حاجه، ولا ده دليل على السن طبعا، بالاضافه الى المهام الهجوميه الكبيره اللي ابتدى ياخدها في صناعه لعب الاهلي والتاثير والتسجيل. ده من اللعيبه الكبيره الابرز، اللعيبه اللي ارقامهم واضحه جدا في التطور مع مارسيل كولر. عايزين نتكلم برضو ونشيد بدور محمد هاني. يعني محمد هاني اخر موسمين كانت الجماهير ما كانتش راضيه على ادائه. اكرم جه قبل اصابته طبعا وخد المكان وكتب عليه اسمه، لكن الاصابه ما كانت ضده، ونتمنى له الشفاء طبعا. ولكن محمد هاني الموسم اللي فات يعني استعاد تقريبا 40-50% من مستواه، والموسم الحالي ده خلاص بقى في حته ثانيه. كل ما تحمله الكلمه من قائد، من دوره، من فنيا، هو ما شاء الله بيعمل كل حاجه. محمد هاني بتلاقيه اخر لاعب طبعا وبيقطع الكوره، وتلاقيه اخر لاعب في الهجوم سواء بيصنع او بيرفع. يعني خلينا نتكلم مثلا ان هاني الموسم الحالي، وده على غير العاده، وخصوصا ان ما بقاش فيه مهاجمين هيدرز في النادي الاهلي، هو صانع 5 اهداف مع الاهلي، وده ما حصلش بقاله فتره بالنسبه لهاني. واحنا بنتكلم برضو ان طريقه لعب الاهلي ما فيهاش العرضيات الكتيره اللي بتوصل، لان طبيعه ان المهاجم مش هيدرز. المهاجم طبعا سواء كهربا او شريف، احنا بنتكلم فيها بسرعات او مهاريين، فاحنا بنتكلم في طريقه لعب هو قدر يصنع فيها 5 اهداف، فده تطور كبير لهاني، وان رجع وان خلاص اكتسب ثقه جماهير الاهلي مره ثانيه، وبقى من اللعيبه الاساسيين وما بيقلقوش ابدا في وجوده. دي حقيقة. وكان في كم فعلا لعيب جماهير النادي الاهلي بتبقى متخوفة لما تلاقيه في القايمة، ولكن فعلا يعني واضح جدا المجهود الكبير جدا اللي عامله كولر مع اللاعبين. واستغربت ان هو يعني متضايق من اللعيبة بعد ماتش حرس الحدود، رغم ان هي مباراة تحصيل حاصل توجوا يومها بدرع الدوري، فمستغربة يعني ان خلاص الموضوع منتهي وخدنا الدوري ومروحين مبسوطين يعني بالقليل النكد. هو ردا على كلامك ليه كان زعلان؟ لان احنا في نهاية الموسم الحالي في بوادر مشكلة الناس كلها حاطة ايديها عليها، وهي اهدار الفرص السهلة. ايوه كنت عايز اسالك في الحتة دي، ما هو اكيد برضو في ماشي انتصارات كتير، بس اكيد في بعض السلبيات. بالظبط، هي على رأسها هي اهدار الفرص السهلة. الاهلي الموسم الحالي في اوقات على فكره ما بيجيلوش غير فرصه واحده في الماتش وبيسجلها، وده شفناه في نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الوداد، وقدر يستغلها وتوج بالبطوله، ولكن المشهد الغالب هو اهدار الفرص السهله، وده انذار كده لكولر. وانت في اخر الموسم والماتشات دي انت مش محتاجها، ولكن ده يلفت نظرك ان انت عندك حاجه ممكن تقدر تعالجها من دلوقتي قبل بدايه الموسم الجديد، وبطولات جديده هتقدر تشارك فيها سواء كاس العالم للانديه، دوري ابطال، والدوري، والكلام ده كله. طيب احنا
على سبيل المثال وليس الحصر، لان المشكله دي على طول بتواجه الاهلي مؤخرا في ماتش اخر ماتش، ماتش حرس الحدود اللي احنا بنتكلم عليه، احنا كان معانا بعض الفرص او الحالات اللي كانت سهله المباراه هي لمكاز. انا بتكلم على ثلاثي الخط الهجوم سواء بيرستاو او كهربا او حسين الشحات. بيرستاو انفراد تام، موضوع مش محتاج صعوبة خالص، انت داخل لوحدك جدا، وعايز اقولك ان الحارس كمان اترمى بدري، هو شاطها فيه وضاعت الكرة بمنتهى السهولة. نرجع نقول هنا مثلا، هل ده استهتار؟ هل ده غياب مش ما بيتمرنوش كويس على الحاجات دي؟ مش عارف، بس هي دي في مشكلة، في مشكلة في انهاء الهجمة للفرصة. بصي، مفيش احسن ولا ابسط من كده، ان انت تروح بينك وبين الحارس لوحدك خالص، انت بس هو برضه يعني هم مسلمها للحارس بالظبط. خلينا نتكلم مثلا في كوره زي دي كده، ده بتاعت محمد شريف، هنا استلم الكوره وعمل صناعه كهرباء بمنتهى البساطه. طب ايه الكوره في 6 يارد؟ طب بالزبط. ايه يا بيرسي، في مشكله؟ مع اني بحس ان بيرستاو من اللعيبه على فكره اللي مستواه اتطور بالنسبة لأرقام بيرستاو الموسم اللي فات مثلا، ما ده اللي أقصده، أكيد ما هو اللاعب بينافس نفسه بالظبط، بس مش بالنسبة لجناح الأهلي. لما أنت مفروض لعيب أجنبي أنت جاي تضيف. خلينا نتكلم مثلا هنا برضو، الكرة دي اتحسبت أوفسايد، ولكن حسين الشحات طب أنت عايز إيه؟ حتى لو هي أوفسايد، بس أنت رايح برضو أنت والجون، أنت عايز، أنت ممكن تعمل 100 حل، اخترت اصعب حل ان انا ارقص الجون، مع ان انا قدامي الجون كله فاضي. هي اتحسبت اوف سايد ولكن هي فرصه. انا ازاي في كره زي كده انا ما خلص؟ وفي كره كمان هنشوفها جايه لكهربا بعد الكره دي. فانا بتكلم على الثلاثي الهجومي بتاع خط الاهلي بيضيع فرص سهله قوي. طيب ده يودينا لحته تانية، ايه سر تمسك مارسيل كولر؟ هي دي الكره بتاع الكهربا اللي بقول لك عليها بسهوله رهيبه جدا. يعني بص، حسين الشحات طويله اسيست، هيلعبها بيرستاو لعبها ولا احلى. طب وبعدين في السكس يارد برضه. طيب ايه اللي هيخلي، ايه اللي يخلي بيرستاو متمسك بفكره انا عايز مهاجم صريح والكلام كله على كولر؟ سوري انا اسف، كولر، عايز مهاجم صريح وعايز جناح سواء رضا سليم او سوزا، او رضا سليم بتاع الجيش الملكي المغرب الملكي، و أشرف فنجري. هنا هنروح لنقطة مهمة جدا، ليه أشرف فنجري؟ أشرف فنجري إن السنة دي زي ما احنا كنا بنقول إن بيرستاو أحسن من ظهوره، أحسن منه الموسم اللي فات، ولكن مش أفضل حاجة ومش أحسن حاجة، والدليل على إن إهدار الفرص السهل. بيرستاو تألق السنة دي في دوري أبطال أفريقيا، هو مسجل 5 أهداف وصنع 5 أهداف، ولكن في الدوري هو 3 اهداف فقط. ماشي، بس انت بتتكلم دوري ابطال افريقيا، الموضوع برضو ما بتبقاش الفرص سهله قوي ان انا برضو اسجل 5 اهداف. الخمس اهداف انت مثلا بتبقى في مباراه، والمباراه دي صعبه، وتقدر تسجل هدف وتنجي فريقك وتخلي فريقك في منطقه امان، فلا برضو بيبقى عمل حاجه وبيبقى مستواه متطور جدا وبنشيد بيه وقتها. هو ما انا زي ما بقول لك، هو عمل، وهو مجمل اعماله الموسم الحالي هي مميزه وفي اشاده كبيره بيه عن تطوره عن الموسم اللي فات، ولكن انا عندي مشكله اكبر، اللي هو دلوقتي كولر مصمم انا عايز جناح وعلى راس الاسماء اللي طالبها رضا سليم واشرف بن شرقي، وفي كلام كمان على سوزا ده مهاجم صريح، وده قصه هتكلم فيها معاكي حالا، بس انا عايز اتكلم واقول ليه اشرف بن شرقي؟ ليه تحديدا اشرف بن شرقي ممكن يبقى اضافه قويه للنادي الاهلي؟ انا ما بتكلمش جماهيريا، انا بتكلم فنيا. تمام؟ البدايه احنا بنتكلم اشرف بن شرقي كان متالق جدا مع الوداد. وقدر، حتى شفناه كلنا في نهائي دوري ابطال افريقيا بيسجل هدف في الاهلي وبياخدوا اللقب على حساب الاهلي. بعد كده انتقل في صفقه قويه جدا للدوري السعودي وراح للهلال السعودي. ولكن الهلال السعودي نظرا للاسماء الكبيره جدا اللي عنده في الفرقه طلعوا اعاره للانس الفرنسي، ما تكيفش ما ارتاحش، رجع رحل من الدوري السعودي وجه على الزمالك. لقى في الزمالك ايه؟ لقى في الزمالك دعم فني، دعم معنوي، جماهير وقفوا في ظهره وقالوا له انزل خد الفرصه وابدا تالق. فاحنا شفنا اشرف بن شرقي اول موسم ليه مع الزمالك هو سجل 16 هدف وصنع 10 اهداف. ال 26 مساهمه اللي عملهم دول كولر محتاجهم، ده اللي هيودينا لنقطه الاهلي.
انا محتاج ال 26 مساهمه في الاهداف سواء بالتسجيل او بالصناعه. برضه نفس الكلام الموسم اللي فات على فكره، مع انه ما كملوش مع الزمالك، سجل 11 هدف وصنع 8، انا بتكلم في 12 مساهمه، في 19 مساهمه. فنفس الكلام انا محتاج كولر، ان انا ضيعت كميه فرص السنه دي سهله، انا محتاج حد مهم جدا الموسم اللي جاي يترجم الفرص دي الى اهداف. هكمل الكلام معاك يا عز، ولكن هنطلع لفاصل قصير وبعدها نرجع ونستكمل حديثنا. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين كلامنا مع عز الكلاوي الناقد الرياضي. عز، عايزين نروح لبيراميدز، وبيراميدز برضو عنده غيابات النهارده كتير، شايف كمان بيراميدز مع باتشيكو عامل ازاي؟ طيب بصي، احنا بيراميدز باتشيكو جه في الظروف، كانت في وسط الموسم الظروف مش احسن حاجه، ومطالب انه يركز في اكتر من حته، سواء في الكونفدراليه، في الكاس، في فجاه هلعب مباراه سوبر قدام الاهلي، او في الدوري. طيب المباراه النهارده هي بالنسبه لبيراميدز فيها اكتر من تحدي. احنا الاهلي فارد سيطرته زي ما قلنا على كل الفوز على كل انديه الدوري، وعلى راسهم بيراميدز، انه واجهه الموسم ده 3 مرات وحقق العلامه الكامله. فنادي بيراميدز نفسه عنده التحدي انه يقدر يكسر السلسله دي، بالاضافه ان باتشيكو نفسه عنده تحدي من نوع خالص، من نوع تاني خالص، ان هو لاعب الاهلي في مسيرته التدريبيه 3 ماتشات في 3 نهائيات وخسر الـ3، مع الزمالك في نهائي دوري الابطال، و في الكاس وفي السوبر. طيب هل بيراميدز ما بيعملش حاجه في المباراه، او ما بيظهرش بالشكل اللي هو يقدر يخليه يكسب؟ لا بالعكس، بيراميدز بيظهر وبيخلق فرص قدام الاهلي وبيلعب بشكل مميز جدا، ولكن بيبقى سوء توفيق مع عامل نفسي هو اللي بيخلي البيراميدز ما يقدرش يسجل. يعني معانا بنتكلم في ماتش الكاس مصر، بيراميدز كسب 2 سوري اسف الاهلي كسب 2-1. بدأت بان لو هنعرض الهدف، ان بيراميدز سجل اول اهدافه في المباراه كانت في الدقيقه 71. الاهلي تعادل في الدقيقه 73، دقيقتين بالظبط. انا ما بقتش مصدق اهي المباراه قدامك يا عز. احنا هنا بنتكلم في ان بيراميدز، انا بلعب كاس مصر واول بطوله ليا ممكن اقدر افوز بيها، سجلت هدف في الاهلي في الدقيقه 72. طيب احافظ ما احافظ على الهدف، احافظ بقى على الهدف للنهايه، صح. حتى ولو انا خلاص جبت هدف مثلا اقدر ادافع واحافظ على الهدف بتاعي لحد ما المباراه تنتهي، ولكن واضح جدا ان هو يعني فتح المساحات، فده ما فيش، ما عداش فعلا في الماتش ده. انا فاكره كان 3 دقائق. هي الفكره ببساطه ان انا شايف ان انا بيراميدز مش مصدق نفسي ان انا في كاس مصر، في نهائي كاس مصر، وبقدر وبقدر بالظبط وبقدر اتقدم وخلاص هحقق نتيجه او حقق بطوله. الاهلي تعادل زي ما قلنا الاعداد، بس فالاهلي تعادل بسرعه اهو، لو هنركز في الدقيقه 74 كانت الدقيقه 74 وقتها الاهلي تعادل سريعا. ولكن انا بحس برضو ان بيراميدز ما عندوش الطموح بتاع احراز البطوله، او ان انا ابقى ملقب بالبطوله، بنافس للنهايه وببقى كويس جدا بالنهايه وعندي سكواد قوي جدا جدا جدا، ولا خلاف بينا على الكلام ده. ولكن فكره ان انا اوصل للنهايه بقى، ان انا يعني مثلا امبارح شفنا سيراميكا كليوباترا بيتوج بكاس الرابطه، يعني بيراميدز يوصل معاك للنهايه بس تحس ان هو في النهايه لا بالزبط. صعب ياخد اللي انت بتقوليه ده صح جدا، واكبر دليل الكره اللي احنا اللي قدامنا. بعد ما الاهلي تعادل جاله بيراميدز جات له فرصه هدف مؤكد تاني، تألق الشناوي، وبصي الكره اتشالت من على الخط، او كمان اللاعب كانت الكره سهله، كانت الكره سهله، كان رمضان صبحي بالظبط وضاعت. فده فكره ان انا مش ما عنديش الثقه الكافيه ان انا اقدر بقول ان انا هقدر افوز على الاهلي في نهائي بطوله كبيره وحقق اول لقب ليا في تاريخي. الموضوع ما هو ببساطه الا ان انا عايز اتمرس، فرقه نفسها تتمرس. احنا بنتكلم عن مانشستر سيتي، اقوى سكواد في العالم، راح نهائي ده تشامبيونز ليج لعب تشيلسي وخسر البطوله. طب خسرت البطوله ليه؟ شويه تغييرات جوارديولا عملها، فلسفه عملها، ادت للهزيمه، ولكن ما كانش فيه الثقه اللي احنا بنتكلم فيها. لو هنتكلم برضو عن السيتي، هو الموسم اللي فات في نهائي التشامبيونز ليج هو حقق البطوله،
رغم انه ما كانش اداؤه افضل حاجه في النهائي، هو بيلعب انتر فرقه اقل منه بكتير فنيا، ولكن انتر عملت ماتش كبير. هو فاز لانه هو تمرس في البطوله. على فكره بيراميدز كتير جدا بيعمل ماتشات كبيره في البطولات، وده بجد لا بشوف هم قادين اداء كويس جدا، ولكن اعتقد عندهم نفس السلبيه اللي هي ان انا اترجم الموضوع. ولكن عايز اسالك توقعاتك ايه للماتش النهارده؟ مباراه النهارده لا هي مباراه هتبقى كبيره. الاهلي خلاص احنا عارفين هو بيعمل ايه في الماتشات الكبيره، هو بيقدر يستغل نقط ضعف الخصم كويس قوي، بيسيطر على نص الملعب بشكل تام، وبيقدر يتحكم في رتم المباراه في الكوره، حتى لما بيسجل هدف وبيرجع يامن دفاعاته هو بيعرف يلعب كويس قوي على الكاونتر اتاك في ظل السرعات اللي بتبقى عنده من حسين الشحات. طبعا تاو مش موجود النهارده. طبعا كل التوفيق النهارده للفريقين، ونشوف ان شاء الله منهم هما الاثنين مباراه كبيره. عايز اسالك على الزمالك، شايف الامور دلوقتي ماشيه في الزمالك ازاي؟ اسوريو اوقات جدا يلعب مباراه قويه جدا والناس كلها تشكر فيه، وقد ايه المباراه تكتيكيه عظيمه، مباراه ثانيه تلاقي الشوط الاول في بعض المشاكل اللي ممكن تؤدي الى ان يعني يسكن في مرمى اهداف، بعد كده يبتدي يتدارك الاخطاء دي الشوط الثاني فيبدا يعالجها. انا مش قادره ابني وجهه نظر عن اسوريو. لا بصي، هو بدايه اسوريو انا الكلام ده قلته قبل كده، ان هو كان الناس مش فاهماه واللعيبه مش فاهماه انت بتعمل ايه. مع الوقت بصمته ابتدت تظهر، وخطه 3 2 4 1 كانت بدات تجني ثمرها في وجود تالق كبير. اسوريو غير كل اللي بناه من نجاحات وتفوق، بدايه من مباراه الاهلي بالظبط، ان انا او من قبلها كمان فيوتشر، لا غير الفكره، بس في مباراه فيوتشر قدر يعمل كومباك قدر يعمل كومباك، بس غير طريقه اللعب، بقى يلعب رجع اربعه ورا. يعني حتى في مباراه الاهلي كان عليه لوم كبير جدا. انا بتكلم حاتم سكر رجع، وبتكلم على حسام عبد المجيد، هم اكبر ثغرتين كانوا في تشكيله الزمالك في مباراه الاهلي، حسام عبد المجيد وحاتم سكر لسه جايين من نهائي كاس الامم من المنتخب الاولمبي وخسرانين المباراه النهائيه بقى لهم 4 ايام، جبتهم اساسيين قدام الاهلي في مباراه الموسم بالنسبه لك، لان انت موسم زي ما بنقول موسم مش افضل حاجه للزمالك. طب ما هو كان مين يعوض؟ انت تلعب، ما انت كنت مستمر ماشي، انا كان مستمر، بس انا برضو ما عنديش حد يعوض، ما انا طبيعي جدا ان انا الجا ليهم، ما هو يعني دول انا بعتمد عليهم، بالذات كمان حسام عبد المجيد يعني بيعتمد عليه بشكل كبير جدا، حتى كمان من قبل اسوريو كان فيريرا بيعتمد بشكل كبير جدا على حسام عبد المجيد، هو اصلا اللي اداله الثقه الكامله وثقه كبيره، بصراحه اثبت نفسه. بس انا ممكن ما عنديش بدايل، شايف ان حسام عبد المجيد متفاهم مع الفريق، منسجم، الدنيا ماشيه كويسه. يعني هي كانت ممكن تبقى تتحل، بس احنا بنتكلم في فكره انت غيرت، انت لعبت اربعه ولاعب في نص الملعب رقم 6، وهو مين؟ هو فتوح. طب ما هو فتوح كان ممكن يلعب باك ليفت وفي مركزه وفي مكانه وبيجيد فيه بشكل كويس جدا ويصنع لك فرص، وكنت هتملك المباراه بشكل احسن من كده. وعندي عبد الغني وعندي المسلوسي وعندي شبانه وعندي الزناري اكتر، كانوا ممكن يأدوا. مش افضل اداء ليهم السنه دي مع الزمالك، ولكن افضل خياراتك المتاحه دلوقتي. لكن انت ما تنزلش خسران 2 لعيبه قدام بطل الدوري ومنافسك المباشر في مباراه كبيره زي كده، وفي نص الملعب دونجا من ساعه ما اتصاب في ازمه شويه في نص ملعب الزمالك، ولكن كان في سيسي لما نزل ظهر بشكل كويس لغايه ما اتصاب، رؤى كان موجود. انت ما ينفعش تسيب من ابرز عناصر الخطوره عند النادي الاهلي هو نص ملعبه، قوه نص ملعبه بالظبط. انت خسرت نص ملعبك قدام اقوى نص ملعب، وانت اللي ضعفته بنفسك. يعني انت كان عندك بدائل كمان، يعني انا بكلمك مثلا في خط نص، لا انت عندك بدائل عن دونجا تقدر تعتمد عليها، وعندك كذا لعيب بيقدر يجيد في هذا المركز، فتقدر ان انت كنت تمسك نص ملعبك بشكل كويس جدا فتامن نفسك بشكل كبير جدا. بس هي الفكره دلوقتي هنا احنا بنتكلم البطوله العربيه، وهل الزمالك ازمه القيد هتتحل ولا مش هتتحل؟ خلينا نتكلم ونقول احنا هنبص للموضوع ان هو ماذا لو ازمه القيد ما اتحلتش، الزمالك هيعمل ايه؟ طيب احنا دلوقتي عندنا امبارح في مران الزمالك رجع 6 لعيبه معارين في تمرين الزمالك امبارح وشاركوا، منهم طبعا محمود علاء ما شاركش لاصابته والباقي شارك. طيب احنا عايزين ايه احتياجات الزمالك اصلا السنه دي؟ احنا بنتكلم عايزين مدافعين،
عايزين ظهير ايمن ظهير ايسر، وعايزين نص ملعب ومهاجم. ومهاجم تمام، هي يعتبر فرقه الا حاجه بسيطه. تمام، اللي رجع لي سته على راسهم هو يوسف اوباما. يوسف اوباما خد تجربه ما كانتش ناجحه احترافيه، ولكن هو يوسف اوباما مع الزمالك هو كان مؤثر جدا. قبل رحيله ما قدمش افضل مواسمه، ولكن احنا عايزين النسخه، او الزملكاويه ومشجعين عايزين النسخه القديمه بتاعت اوباما اللي هي كانت ساعه دوري ابطال افريقيا والزمالك وصل. بس ده ليها علاقه بالمدرب، على حسب طريقه لعب المدرب عامله ازاي، وبناء عليها بيتم توظيف اوباما. يعني مثلا اوباما ما يتالقش مع فيريرا، لان مركز اوباما لا يتوافق اصلا مع لعب فيريرا. بالظبط، كلامك صحيح مليون في الميه. فده اللي انا بقول عليه، انه هيرجع دي هتبقى بدايه جديده ليه دلوقتي مع اسوريو. انا اقدر استغل اوباما في اكتر من مركز مبدئيا، ممكن يلعب 10، ممكن يلعب مهاجم صريح، لان هو بداياته اصلا كان مهاجم صريح. دي حقيقه. تمام، فاقدر استغله في اكتر من فرصه، وهي بدايه جديده ليه بدوافع جديده انه يقدر يرجع ويثبت نفسه مره تانية مع الزمالك. سريعا، محمود علاء ده من اهم قرارات الزمالك ان هو يرجع. طبعا مدافع قوي وقائد داخل ارض الملعب. الزمالك مفتقد قائد في خط الدفاع. حسام عبد المجيد لعيب مميز، ولكن هو لاعب شاب يعني. صغير، ما عندوش من خبراته انه يقدر يكلم زمايله ويواجههم في الملعب. وطبعا لو هنتكلم سريعا برضه عن حمدي علاء، لان ده من ابرز انا شايفه ان يعني الزمالك محتاج طبعا ان هو يستعد كويس جدا للبطوله العربيه، وطبعا كل التوفيق ليه. عز، انت نورتني النهارده حقيقه. الوقت يعني ما يسعش ان احنا نتكلم اكتر من كده، ولكن طبعا هنعوضها في المرات الجايه. لكن هاخد معاك دلوقتي اجابات الجمهور على سؤال حلقتنا النهارده، عن رايهم ايه في مباراه النهارده او توقعاتهم ايه. عبود الجراري بيقول: من وجهه نظري التي ليس لها قيمه على الاطلاق 3-2 لي الاهلي. تحياتي طبعا ليها قيمه يا عبود الصراحه. واحمد انور: صباح الخير والسعاده، بشكرك ان شاء الله فوز الاهلي 3-0 اهلاوي وافتخر. زينب: صباح الخير عليكي، بشكرك يا زينب، فوز الاهلي 4-1 باذن الله. عبد الرحمن حسن: ان شاء الله يا مها الفوز للاهلي. طبعا بشكر حضراتكم دايما وابدا على التواصل معانا. عز، كنت منور النهارده، بشكرك جدا، ودايما منورنا في صباح التايم. انا مبسوط جدا انا معاك. بشكرك جدا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر حضراتكم على المتابعه، شكرا.